يعني مباشرة هو موضوع سد النهضة. موضوع سد النهضة لا يقل خطورة عن الكورونا. الكورونا داء عالمي. سد النهضة داء يصيب العلاقات الإفريقية الإفريقية، داء يصيب العلاقات الإثيوبية المصرية، داء يضرب دول حوض النيل في مقتل. ده موضوع لا يجب أن يغيب عن ذهننا مهما كانت الظروف. الجزء ده اللي حضرتك بسرعة الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي بخصوص المواقف السودانية تحديدا على مدى الأسابيع الكتير اللي فاتت، يعني كنا دايما مهتمين وحضرتك كنت دايما مهتم بشكل أساسي بمتابعة ملف سد النهضة ومتابعة التطورات على المستوى السوداني، وكنت حضرتك دايما متخوف من فكرة إزاي من الممكن تخطي اللي حضرتك دلوقتي قلته الأجواء المسممة اللي راكمها أو صنعها نظام البشير. هل حضرتك دلوقتي مرتاح انه بالفعل السودان ومصر قدروا ان هما يتخطوا المرحله دي؟ اعتقد هذا، ويرجع هذا الى حسن النوايا من الجانبين. الرئيس السيسي منذ تقلد منصبه وهو يقف من السودان موقف قريب جدا وداعم جدا، حتى قفز على مخاوفنا من البشير ومتاعبنا معاه ليصل إلى الشعب السوداني داعما ومؤيدا. عندما جرى التحول وذهب البشير شعرنا أن هناك صفحة جديدة في السياسة الخارجية السودانية والسياسة الإقليمية تبشر بالخير، لأن كان في محاولة لانتزاع السودان تماما من عروبته ومن علاقته بدول وادي النيل ومن مصر. النظام القائم حاليا رغم أنه يعني لسه الظروف لا تسمح بالتقييم الشامل له، ولكن أعتقد أنه يدعو إلى الإحساس بالتفاؤل وأن هناك انفراجة يمكن أن تحدث. خصوصا على فكرة اكتشفنا أن نظام البشير زيف على الشعب السوداني كذبا مكاسب كبيرة لسد النهضة للسودانيين، وهذا كلام غير دقيق. أنا كنت بقرأ دراسة من كام يوم أن مش عارف 18 مش عارف إيه مليون كيلو وات، يعني كمية الكهرباء اللي تطلع يدوب يمكن تكفي جزء من المطالب الإثيوبية، وإنه ما روج له عن زراعة مساحات. كل الكلام ده غير صحيح، بل إن السد مقام على أرض كانت تابعة لمملكة مصر والسودان، أرض سودانية، وبالتالي جرت عملية تضليل للرأي العام المصري والسوداني، سمحت البشير بأن يلعب الدور الذي لعبه في موضوع سد النهضة. نرجو الآن أن يثق أشقائنا في إثيوبيا أن الأمر قد اختلف، وإن محاولات التضخيم من جانب السودان في الدور الإثيوبي وإعطائه أكثر مما يستحق أنا لها أن تقف، وأن نفكر عمليا فيما ينفع الدول الثلاث وغيرها، لأنه ليس صحيحا أبدا أن سد النهضة فائدة كاملة للسودان بينما هو ضرر كامل لمصر. لا، الضرر سوف يلحق جميع الأطراف بما فيها الطرف الإثيوبي. اللي درسوا الموضوع يدركوا هذا جيدا. طيب على مدى الموضوع عايز نظرة جديدة شاملة، ودي أرجو أن الكورونا و الخوف من المستقبل يخلي الناس تبتعد شوية. طيب على مدى الأسابيع اللي فاتت احنا شفنا اجتماعات مصرية سودانية ثنائية، وشفنا على مستوى معلن انه السودان انضمت لمصر في مطالبها بخصوص المطالب الفنية لمراحل ملء سد النهضة. هل تتصور حضرتك انه المواقف المشتركة في اللحظة دي ما بين مصر والسودان من الممكن ان تكون عامل ضغط حقيقي على اثيوبيا؟ يعني حضرتك كنت بتقول قبل كده مثلا في مراحل سابقه السنه اللي فاتت اقرب تقدير من كام شهر اقرب تقدير حضرتك كنت بتقول انه المواقف السودانيه في الملف ده تبدو رماديه، النهارده المواقف السودانيه اقرب للموقف المصري، لاي درجه ده يشكل عامل ضغط على اثيوبيا؟ لاي درجه اثيوبيا تستقبل هذا التغيير في الموقف السوداني؟ هذا صحيح، يعني هو السودان لن يعادي اثيوبيا ولا يجب، السودان يجب أن يحتفظ بعلاقات طيبة مع شقيقتين مصر وإثيوبيا، ولكن إذا السودان اتخذ موقفا موضوعيا وعلميا ولا تشوب دوافع سياسية ولا تشوب الأفكار الكيدية، لأن موضوع سد النهضة ده موضوع كيدي سياسي بالدرجة الأولى، مش موضوع فني اقتصادي أبدا. لو أن السودان اتخذ هذا الموقف وأعتقد أنه قد بدأ يفعل، فإن هذا سوف يدعو الأشقاء في إثيوبيا إلى تدارك الموقف، ومش هيضحي بمصر والسودان وبالرأي العام الأفريقي في مقابل بعض الأوهام التي لا تشكل أحلام إنما هي أوهام.
نحن مع التنمية في إثيوبيا، نحن مع دعم اقتصاد إثيوبيا، نحن مع دعم الرفاهية للشعب الشقيق هناك، ولكننا ضد العبث بالمياه، لأن العبث بالمياه، أولا مصر كانت كريمة جدا من البداية على فكرة، هادئة صابرة، مفهوم، قبلت بعض الضغوط في حصتها في المياه إلى حد معين، إنما التجاوز عن هذا الحد سوف يقلب الموازين، وأظن أشقائنا في السودان سوف يدركوا هذا إن لم يكونوا قد أدركوه بالفعل.